بكم مشاهدينا الكرام ومشهد جديد. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية إلى الهند والصين، مجالات التعاون بين مصر وهذين البلدين سواء على المستوى السياسي وملف مكافحة الإرهاب وقضايا المنطقة أيضا والملف الاقتصادي والتكنولوجي والتعليم عن بعد وغيرها من المجالات. حضور مصر كضيف شرف للمرة الأولى على قمة العشرين ودلالات هذا الحضور وخطط مصر الإصلاحية وكيف ستعرض مصر خططها الإصلاحية خلال هذه القمة وكيف سيؤثر على الدعم الأسيوي لخطط مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي. كل ذلك بشيء من التحليل في استوديو المشهد اليوم. معنا ضيف المشهد سيادة السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المنتدى الثقافي المصري. سيادة السفير مساء الخير. أهلا وسهلا. نسمع هذا التقرير ونرجع نبدأ الحوار. في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تسعى مصر من خلاله إلى توسيع دوائر علاقتها الخارجية وتحركاتها العربية والأسيوية والأوروبية، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية للعاصمة الهندية نيودلهي في إطار جولة أسيوية تشمل الصين أيضا. وخلال الزيارة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود مكافحة الإرهاب. السيسي ورئيس وزراء الهند شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بشأن اتفاقية الملاحة البحرية، كما وجه الرئيس السيسي الدعوة لرئيس وزراء الهند لزيارة مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء الهند، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتطلع إلى تعاون وثيق مع الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الدينية. من جانبه قال رئيس وزراء الهند إنه اتفق مع الرئيس السيسي على أجندة عمل لدعم المباحثات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتلبية الأولويات الاجتماعية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن دعم القدرات والتعاون الدفاعي والإعلامي لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأموال والجرائم العابرة للحدود. وشهدت التجارة والاستثمارات بين مصر والهند نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمية، حيث حققت التجارة الثنائية بين الجانبين نموا قدره 60% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وتحليل هذه الزيارة بشكل مفصل، نرحب مرة أخرى بضيف استوديو المشهد سيادة السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المنتدى الثقافي المصري. مساء الخير يا فندم وأهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا. إذا بدأنا بدعوة مصر للحضور كضيف في قمة العشرين، وهذه هي المرة الأولى لمصر وأيضا بعض الدول النامية، دلالة هذا الحضور من وجهة نظرك؟ الحقيقة دلالة كبيرة. أولا الرئيس الصيني بنفسه أثناء وجوده في مصر في يناير الماضي قدم الدعوة للسيد الرئيس باعتباره ضيف شرف في مؤتمر العشرين، ولذلك الزيارة هي تلبية لدعوة الصين باعتبارها الدولة المضيفة لمجموعة العشرين. إنما الحقيقة فيها معنى آخر، هو أن مصر هي أداة الربط بين الغرب والشرق، والمؤتمر في الشرق، ومصر هي طريق الحرير وعلى طريق الحرير. وأحد برامج الرئيس الصيني هو إحياء طريق الحرير، ومصر من أهم المحطات فيها التي تصل بأوروبا وأفريقيا وهي وسط العالم، قلب العالم. بالإضافة إلى أن مصر دولة نامية وفي مرحلة جديدة اقتصاديا، وقامت بمبادرة كان أول من نادى
بضرورة مقاومة الإرهاب على مستوى عالمي وجماعي هو الرئيس السيسي، وهذا في مؤتمر الأمم المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الحقيقة، وكان لذلك صدى عظيم، وكان لخطابه الحقيقة هو راجل الحقيقة كما يقول الدبلوماسيين السادة السفراء اللاتين كنت معاهم امبارح، فبيقولوا هذا الرجل لديه قبول غير عادي، وأن زياراته عبارة عن زيارات فيها دعاية إعلامية لمصر، بالإضافة إلى أنه مسوق كبير للاقتصاد المصري. طب سيد السفير اسمح لي، معي مراسل النيل محمد جوهر من الهند. محمد، كيف تتابع حتى هذه اللحظات زيارة الرئيس واللقاءات التي عقدها الرئيس والاتفاقيات أيضا حتى هذه اللحظة؟ نعم سحر، الرئيس كان قد بدأ يومه الثاني والأخير في العاصمة الهندية نيو دلهي بمراسم الاستقبال الرسمية في القصر الجمهوري بحضور السيد برنب موكارجي رئيس جمهورية الهند وناريندرا مودي رئيس الوزراء، حيث يعني عزفت الموسيقى السلمين الوطني وتم استعراض لحرس الشرف، وأيضا كان هناك سلام فيما بين أعضاء وفدي البلدين. بالحديث حول الاتفاقات التي وقعت، كان هناك مذكرة تفاهم أو اتفاق حول الملاحة البحرية فيما بين مصر والهند، وقع عن مصر السيد سامح شكري وزير الخارجية، وأيضا عن الجانب الهندي وزير الدولة للملاحة البحرية. بعدها عقد المؤتمر الصحفي فيما بين الرئيس الهندي برنب موكارجي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها السيد موكارجي عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرجل دولة حقيقي كما وصفه، أو رجل إنجازات في عديد من الأصعدة سواء على الصعيد الوطني أو حتى الدولي، وتحدث عن أن مصر هي جسر طبيعي يربط آسيا وإفريقيا، وأن المصريون يمثلون الإسلام المعتدل، وهذا الأمر يعد عامل للاستقرار في إفريقيا بل والعالم العربي ككل، فمصر دائما ما تدافع عن قضايا البلدان النامية على حد تعبيره. وتحدث أيضا عن نقاشات دارت فيما بينه وبين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول شكل وفحوى الشراكة فيما بين مصر والهند والاتفاق على أجندة عمل فيما بين البلدين تتعلق بالتجارة والاستثمار، وأيضا يعني حديث حول التصدي أو التوافق حول عدد من القضايا والأمور المهمة سواء كانت هذه القضايا قضايا دولية أو تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. أيضا في مجال مكافحة الإرهاب كان الحديث بشكل كبير حول هذا الأمر، نظرا لأن مصر نادت أكثر من مرة بعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب، وأيضا أنه كان يجب التصدي لهذه الآفة أو الظاهرة التي تقضي على الشعوب. هذا بالنسبة للمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم فيما بين الزعيمين، الذي تحدث أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا المؤتمر عن عمق العلاقات وتلاقي وجهات النظر تجاه عديد من التحديات المشتركة التي تواجه البلدين. أيضا الجهود المشتركة هي خير شاهد على هذه متانة العلاقة والحرص على التواصل بشكل دائم للمساهمة في التوصل إلى حلول للقضايا الدولية ومنها مقاومة الإرهاب والتطرف كما ذكرنا، وليس هذا فقط، أيضا ما يتعلق بقضايا تغير المناخ والطاقة المستدامة. فإجمالا هناك توافق في وجهات النظر فيما بين الزعيمين حول عديد من القضايا. بعدها توجه السيد الرئيس إلى مقر إقامته حيث استقبل السيد حامد أنصاري نائب رئيس الهند الذي ثمن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث عن أنها تفتح آفاقا أرحب للتعاون الثنائي فيما بين البلدين على مختلف الأصعدة سواء تجارية أو اقتصادية،
أو السياسية بشكل أكثر تحديدا أيضا. بعدها التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من رجال الأعمال الهنود، رئيس شركة تاتا الهندية أو عفوا العضو التنفيذي لشركة تاتا الهندية، وأيضا رئيس شركة مهندرا ورئيس شركة هندوجا جروب، وجميع هذه الشركات تعنى بالنقل ومجموعة من الأمور الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا والأمور المتقدمة والتي أثبتت فيها الهند في الفترة أو في الآونة الأخيرة تقدم ملحوظ وتفوق على هذا الصعيد. تحتاج مصر للاستفادة من هذه الخبرات، أيضا فتح مجال أو فتح سوق للمنتجات الهندية في مصر، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية التي وصفها الرئيس بأنها سوق واعدة في الفترة القادمة، وأن الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بمشروع محور تنمية قناة السويس. أيضا الشركاء الهنود أو الذين التقاهم اليوم رجال الأعمال السيد الرئيس تحدثوا عن أنهم جادون فعلا في إيجاد شراكة حقيقية مع رجال الأعمال المصريين لوجود أرضية مشتركة فيما بينهما أو تجمعهما من ناحية العلاقات المود والصداقة والتاريخ، أيضا المصلحة المشتركة فيما يتعلق بهذه الأمور الاقتصادية. بعدها توجه السيد الرئيس إلى القصر الجمهوري حيث كان في استقبال سيادته السيد برناب موكارجي رئيس جمهورية الهند، حيث تقام حاليا مأدبة عشاء تكريما للسيد رئيس الجمهورية، بعدها ينتهي جدول أعمال السيد الرئيس. بشكرك على هذه المتابعة ونتابع معك على مدار الساعات القادمة. أشكرك محمد جوهر من الهند، شكرا لك. سيادة السفير، كنا نتحدث عن حضور مصر لقمة العشرين، كيف تكون فرصة لمصر بعرض خططها الإصلاحية على كافة المجالات، وخاصة زي ما حتى قال مراسلنا هناك ثقة كبيرة جدا في الجانب المصري على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية وسياسات مصر الاقتصادية الحالية وحتى التوجه السياسي تجاه قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب بشكل خاص؟ الحقيقة أنا لاحظت حاجة مهمة في الزيارة. أولا أن وزير الخارجية الأمريكي تابع الزيارة وحضر لقاء وطلب لقاء مع السيد الرئيس. صحيح. الحقيقة هذا يعطي مصر وزنا مضاعفا، أن أمريكا تتابع زيارة مصر، لأن مصر هي قب الميزان في العالم، وهذا ليس غريبا، فنابليون جاء إلى مصر وهتلر حاول أن يصل إلى مصر، وحتى قبل ذلك الإسكندر الأكبر التقى خرج من مصر إلى آسيا، فمصر باستمرار هي المنطلق إلى الشرق. صحيح. وهي طريق الحرير إلى الغرب. ولذلك هناك بعض التفسيرات لمراكز الأبحاث من أن بالرغم من أنه قد أعلن أن السيد الرئيس ناقش مع كيري موضوع سوريا والتوازن في المنطقة، الحقيقة ليس هذا هو الموضوع الأساسي، ولكن في تقديري أن كيري أراد أن يثبت وجوده لأن أمريكا وأصبحت الميزان لصالح آسيا، خصوصا أن مجموعة العشرين تنعقد في الصين، ثم أن قب الميزان وهو رئيس مصر. صحيح. أصبح ضيف الشرف. صحيح. هذا التوازن في ظل ديون أمريكا والانتخابات الذي فضح الطرفان أحدهم الآخر وكشف المؤامرة الكبرى على آسيا من أفغانستان إلى العراق إلى محاولة ضرب مصر من الداخل، كل هذا يحتاج إلى تغيير في الأسلوب الأمريكي. ولذلك الوزير الخارجية الأمريكي أكد أن العلاقات مع أمريكا علاقات
مستمرة واستراتيجية. طيب سيادة السفير، يعني كل هذا يدعم أيضا موقف مصر، وإذا تحدثنا بشكل خاص بداية عن الجانب الاقتصادي، مصر في حاجة إلى دعم اقتصادها بشكل كبير، سواء من خلال حجم الاستثمارات التي من المفترض أن ترد إلى مصر خلال هذه المرحلة، أو حتى دعم التجارة البينية بين مصر وعدد كبير من الدول سواء في الشرق أو الغرب. إذا تحدثنا عن علاقة مصر بالهند، حجم التجارة بين البلدين وصل ل 4 مليارات دولار سنوياً على ما أعتقد. حضرتك شايف أنه كيف تتحقق أو يتحقق الهدف من هذه الزيارة بزيادة الصادرات المصرية إلى الهند، وخاصة أن زيادة الصادرات هي من المفترض أن تحقق التوازن في حجرة الاقتصاد المصري لا الاعتماد فقط على الواردات؟ الحقيقة ليس فقط زيادة الصادرات، لأن الصادرات عنصر من عناصر رأس المال، ولكن الاستثمارات هي أهم شيء. وأنا في تقديري أن الزيارة ناجحة، لأنه من ضمن الاستثمارات مشروع لإقامة مدينة طبية عالمية في العاصمة الجديدة، ورأس مالها أكثر من مليار دولار، ومشروعات تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك مشروع في الصعيد عشان نقل التكنولوجيا لتصنيع موبايل مصري بتكنولوجيا متقدمة هندية، بالإضافة إلى تطوير عملية صناعة النسيج في مصر، وهو ما اتفق عليه. من الغريب كذلك، وهو ما يجب أن يلفت النظر، إعجاب رئيس الوزراء بالرئيس السيسي وتعبيره عن ذلك، وتعبيره عن نجاح السياسة المصرية والخطة المصرية، ورغبة الهند في أن يكون لها شراكة فعلية. ولذلك بدأ الخط، أو بدأ الاتفاق ووقعوا الاتفاق على الخط الملاحي، لأن الملاحة الحقيقة في غاية الأهمية لتكون في المرحلة المقبلة بعد تطوير قناة السويس. الملاحة الهندية والتجارة الآسيوية أصبحت منفذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، ولذلك ما من شك أن الهند ترغب في أن يكون لها مركز للتسويق على ضفتي القناة، على اعتبار أن ذلك هو مستقبل التجارة العالمية وتنميتها. طيب سيادة السفير، كيف نستفيد من تجربة الهند التكنولوجية، وخاصة تقدمها في هذا المجال، زي ما حضرتك قلت، في تحويل منطقة قناة السويس أو قناة السويس من ممر مائي إلى منطقة لوجستية وصناعية وسياحية وزراعية بشكل كبير، يعني تطبيق هذه التكنولوجيا بشكل مباشر وبشكل سريع حتى على هذه المشروع، بتشجيع الاستثمار في الصناعات المتعلقة بالنقل البحري، سواء في ذلك ما يتعلق بخدمة المراكب المارة وصناعة الكونتينرات والصناعات التي تخدم النقل البحري والتموين. للأسف الترسانات بتاعتنا مش شغالة على المستوى، بينما شغالة سنغافورة، شغالة الترسانة بتاعتها على المراكب التي تمر في القناة. مفروض أن المراكب التي تمر فرصة أن يكون هناك، ولذلك أنا سعيد بأنه تحققت نبؤة الدكتور بطرس غالي الذي كان ينصحنا كدبلوماسيين على السياسة المصرية أن تتجه شرقا، وهذا ما ينفذه الرئيس السيسي. والحقيقة أن الصين والهند هي مستقبل التجارة العالمية، فالصين تدين أمريكا نفسها باثنين تريليون، وهناك 2 تريليون من جهات أخرى، فأمريكا دلوقتي أصبحت دولة مدينة وأصبحت في هبوط، بينما الصعود أصبح في آسيا، والاتجاه لآسيا أصبح ضرورة. ولذلك المؤتمر الذي يعقد إن شاء الله في الصين، والذي يحضره الرئيس السيسي كضيف شرف، يعتبر
مؤتمر مصيري بالنسبة لتطوير التجارة العالمية. صحيح. طيب التكنولوجيا من المفترض أن يعني تحقيق أو تحقق عائد مادي أكبر بمجهود أقل. إذا طبقنا منظومة التكنولوجيا الهندية على مختلف المجالات في مصر، إذا تحدثنا عن التعليم عن بعد، الهند لها باع كبير في فكرة التعليم عن بعد، ويعني نريد استياق هذه الخبرة أو هذه التجربة من الهند وتطبيقها على مصر. كنا يعني بنتكلم عن التعليم في مصر وانه بيحتاج الى تطور بشكل كبير جدا، ليس فقط على المستوى النظري سيادة السفير، ولكن ايضا على المستوى العملي والتكنولوجي. ده صحيح. الحقيقه الهند فيها تجارب جيده جدا بالنسبه لمصر. في تقديري ان اهم تجربه هي الصناعات الصغيره ومتوسطه الحجم التي اصبحت تعطي للهند حوالي 40% من صادراتها. وهناك مؤسسات لعمل برامج للشباب بحيث دراسات جدوى لمشروعات صغيرة بدأت فيها الهند من حوالي 20 سنة وتؤتي ثمارها الآن بشكل أصبحت هذه المؤسسات تنتج 40% من تجارة الهند الخارجية. هذا هو ما نحتاج له، لأن الهند بلد كثيفة العمالة، وطبعا الهند من أكبر الدول في عدد السكان، ونحن أقل من العشر بالنسبة للهند، ومع ذلك الهند استطاعت أن تطور العمالة بهذه المشروعات الصغيرة. ولذلك هذه التجربة في نقل التكنولوجيا والدراسات المتعلقة بدراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة وتطبيق التجربة الهندية في مصر تعتبر وسيلة فعلية لنقل التكنولوجيا الهندية. أما بالنسبة للتعليم، التعليم كويس، إنما هناك دول أكثر تقدما من الهند في التعليم، والرئيس شافها بنفسه في كوريا الجنوبية وفي اليابان، وهذا ما طمحت إليه أمريكا نفسها. وأمريكا لما وجدت التعليم متدهور استعانت بالتعليم أو بتجربة التعليم اليابانية والكورية، وهذا ما طمح إليه السيد الرئيس، وشاهد بنفسه مدارس رياض الأطفال وابتدت فكرة كيف ننقل هذا إلى مصر. وأظن أن اتعملت بعض الحاجات التجريبية في مصر، وأظن أن المرحلة المقبلة سنشهد مدارس لكوريا الجنوبية ولليابان جامعة يابانية. الأهم من ذلك أن الهند كذلك ستفتح جامعة هندية، وهذا كله آسيا تنتقل إلى مصر. صحيح. ومصر تنتقل إلى آسيا. طبعا. طب معنا التليفون مع دكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات الدولية. دكتور سعيد مساء الخير. أهلا بشهير. يعني كيف ترى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المرة إلى التي بدأها بالهند؟ الهند ومصر يمكن نقول ظروف حتى متشابهة، إلى أي مدى من الممكن أن تستقي مصر الخبرات الهندية إذا تحدثنا على المجال الاقتصادي التكنولوجي وأيضا العسكري، وخاصة أن مصر لديها أكبر بعثة لقوات حفظ السلام في المنطقة؟ اولا يجب ان نشير الى ان هذه الزياره تاتي في اطار السياسه الخارجيه المتوازنه المعروفه عن مصر منذ ثوره 30 يونيو. الشيء الثاني ان هناك تشابه كبير جدا بين ظروف هند وظروف مصر. صحيح. وهناك مرتكزات اساسيه تقوم عليها هذه الزياره. اولا المرتكز الاول يتعلق بالجانب التاريخي، العلاقات التاريخيه منذ رئيس عبد الناصر ونهرو وسياسة عدم الانحياز، كل هذا يأتي في كانت علاقات وشيقة جدا بين نيودلهي والقاهرة. أعتقد أن رئيس السيسي بهذه الزيارة إنما يهدف إلى أن يصل القديم بالجديد، ويقترب جدا من الهند التي لها صوت مسموع في المحافل الدولية، وكذلك الهند لها صوت مسموع في المحافل الدولية أيضا مصر. يعني أعتقد بشكل أو بآخر أن مصر في هذا اللقاء يأتي ضمن لقاءات كثيرة قام بها الرئيس السيسي قبلا، عندما زار عدد كبير من دول إفريقيا، ثم زار دول آسيوية، ثم زار كل دول أوروبا. يعني إذن مصر تقف على مسافة واحدة من الجميع. الشيء الثاني المرتكز الثاني هذه الزيارة أن هناك قوة ناعمة
تقوم بها الهند. من منا ليس عنده فيلم هندي في مكتبته الخاصة؟ أعتقد أن الممثلات الأولى كان لها دور أساسي في الهند، وأعتقد أن مصر أيضا تساعد بشكل أو بآخر، تساهم في بالقوى الناعمة في السياسات الخارجية، وبالتالي هناك تشابه بينها وبين الهند. الشيء الثالث، المرتكز الثالث أقصد، هو أن يعني مصر تفتح تسعى إلى النمو والتقدم والرقي، وتريد أن تستخدم خبرات الدول الصديقة وعلى رأسها الهند. عندما يفتح للمستثمرين الهنود إقليم تنمية إقليم قناة السويس والأقاليم الأخرى والزراعية، وحتى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بخصوص يعني الملاحة أو الملاحة البحرية، أعتقد بشكل أو بآخر أن هناك دعوة من الرئيس السيسي لجميع المستثمرين الهنود للمشاركة في الرقي والتقدم الذي تقوم بمصر. ثم هناك نقطة مهمة جدا سعى إليها السيد الرئيس عندما ذهب إلى الهند، وهي أنها مشهورة جدا بخبرتها في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأعتقد أننا نحل الرئيس السيسي أن كل أسرة مصرية يكون لديها مشروع خاص. أعتقد هذه التجربة مهمة جدا، قراءة الخبرة الهندية في هذا المجال مطلوبة تماما. صحيح. وبالتالي أعتقد أنا يعني الزيارة وإن تأخرت بعض الشيء لأنها جاءت في الوقت المناسب فعلا، وسيكون هناك رقي في العلاقات وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بين الهند من ناحية ومصر من ناحية أخرى، بما يخدم الشعبين. طب دكتور سعيد، من خلال دعم هذه العلاقات بين مصر ودول آسيا وخاصة الهند والصين، كيف تستطيع مصر من خلال هذه العلاقات صياغة تكتل سياسي دولي جديد يحقق نوع من التوازن بين القوى التقليدية والكبرى؟ لا تنسى أن مصر لها صوت مسموع كبير في المحافل الدولية وكذلك الهند والصين أيضا، وأعتقد أن مصر لا تريد أن ترتمي في أحضان روسيا ولا أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تؤسس علاقات أساسية تعود بالنفع على الشعبين المصري والهندي. وأعتقد أنه لا يزور زار الهند مرة الأولى في زياراتي، لكن الصين تعتبر المرة الثالثة. أيا كان الأمر، هناك نوايا من مصر مع الدول المهمة جدا في آسيا مثل الهند والصين لتطوير العلاقات، لأن هذا يعود بالنفع على الشعب المصري في المرحلة الحالية، ناهيك عن استعداد مصر لأن تكون دولة استعادة هيبتها الدولية في أقل في زمن قليل جدا. وأعتقد أن هذا واضح من خلال علاقة مصر بالهند وعلاقة مصر بالصين التي دعتها للمشاركة أيضا في قمة العشرين الاقتصادية في العالم. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور سعيد اللوندي، وأنت خبير العلاقات الدولية. سيادة السفير، ستحدثنا عن الجانب العسكري أو حتى بداية من الجانب السياسي والعسكري. مصر والهند وتاريخهم في دول عدم كدول العدم الانحياز، والهند وامتلاكها الأكبر بعثة دولية لحفظ السلام في العالم، كيف تدعم هذه الزيارة لهذه العلاقات، وخاصة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمنطقة سواء قضايا الشرق الأوسط، ليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب بشكل عام؟ أظن أنه تم بحث موضوع التعاون المخابراتي والمعلوماتي في هذه الزيارة، وأن رئيس الوزراء أعلن أن رئيس الوزراء الهندي أقصد أعلن أن مصر هي شريك، وأن لو وضعنا في التاريخ العسكري مصر والهند كانوا بيصنعوا هما الاثنين في وقت واحد أيام الرئيس عبد الناصر، كانوا بيصنعوا الطائرات، وكانت مصر تصنع الموتور والهند تصنع الجسم المعدني، واستمرت هذا التعاون. إلا أنه ليس من مصلحة الدول الكبرى أن يستمر هذا التعاون، ولذلك للأسف في 30 سنة الأخيرة كانت رئيس حسني مبارك كانت علاقاته فترة بالهند، وكان نتيجة ذلك أن التعاون العسكري أهمل. إلا أنه سيتم الاتفاق أو تم الاتفاق على إعادة التعاون العسكري، وليس هذا فقط،
الهند لديها إمكانيات، فهي دولة ذرية ولديها كل الإمكانيات الذرية، وأظن هناك سيبدأ تعاون في إطلاق الأقمار الصناعية المصرية بالتعاون مع الهند. طيب يعني زميلنا محمد جوهر في مداخلته قال إنه رئيس الوزراء الهندي قال جملة مهمة جدا، قال إن مصر هي دولة الإسلام المعتدل. من خلال هذه القناعات والثقة في قدرة مصر السياسية ومحاربة الإرهاب، يعني هل من الممكن أن تكون هناك خطوات جادة فندم في هذا المجال؟ تقديري أنه آن الأوان أن يزور شيخ الأزهر الهند، فأكبر تجمع إسلامي نمرة 2 هو الهند بعد أندونيسيا، يعني أكبر دولة إسلامية هي أندونيسيا. يأتي بعدها في العدد عدديا المسلمين في الهند، فهم حوالي من 120 إلى 180 مليون، الإحصائية غير واضحة. إنما المسلمين في الهند مرتبطين روحيا بالأزهر تماما، كما حدث في الشيشان. شيخ الأزهر عندما وصل إلى الشيشان رئيس الجمهورية هو كان سائقا خاصا له. صحيح. ولهذا الأزهر هو أحد الميزات المصرية التي يجب باعتباره الفكر الديني الوسطي، وهو المرحلة المقبلة التي ستكون في الهند أن يكون هناك زيادة في عدد الدارسين في الأزهر، وربما وأنا أفكر في ذلك أن يكون هناك جامعة أزهرية في الهند، وذلك سيكون في مصلحة الإسلام الوسطي. صحيح. وفي مصلحة سماحة ونشر سماحة الإسلام. طيب إذا انتقلنا لعلاقة مصر بالصين، وهي أيضا من أهم الزيارات التي سيحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة، عايز أعرف من حضرتك بالنسبة للمنتجات الصينية التي تغرق الأسواق المصرية. البعض يقول أن الصادرات أو عفوا الواردات الصينية في مصر كثيرة جدا، ولكن تحتاج إلى أن تكون أكثر جودة. من خلال هذه الزيارة كيف نصل إلى هذا؟ يعني نصل أن تكون هناك اتفاقيات بشكل معين مع دولة الصين، تكون هناك المنتجات حتى لا تغرق السوق المصرية تكون منتجات بجودة أعلى. عندما تكلمت مع المستشار التجاري الصيني في هذا الموضوع، قال لي أن التجار المصريين للأسف يصلون إلى الصين ويطلبون أرخص الأسعار للبضاعة، فيقال لهم ستكون المادة الخام ضعيفة، مش مهم، المهم أنها تكون نفس الشكل. للأسف أن الرقابة الصناعية في مصر غير كاملة على الواردات، ولذلك التقدير هو والقرار هو من مصر أن ترفض البضائع غير المطابقة للمواصفات العالمية. بالإضافة أنا الأوان أن نمنع استيراد الأشياء التي تنتج في مصر، وأن يكون ذلك معلنا، وأن يكون جازما حازما. وقت الحزم، آن الأوان للحزم، وآن الأوان أن تكون سياسة مصر حازمة اقتصاديا، أن تشجع المنتج المصري، وأن توقف سيل البضائع غير الجيدة الواردة من أي بلد في العالم، بما جهاز في ذلك حماية المستهلك أيضا سيادة السفير. يعني نعم؟ جهاز حماية المستهلك، الرقابة وجهاز حماية المستهلك. طبعا جهاز حماية المستهلك ده معنى كده أنها وصلت؟ لا لا، أنا عاوزها ما تخشش أصلا. طيب صحيح. إذا تحدثنا عن الاقتصاد بين مصر والصين على شكل أوسع. نعم. طريق الحرير وتكامله مع محور قناة السويس الجديدة، يعني حضرتك شايف أنه أثر هذا الطريق على حجم التجارة ليس فقط بين مصر والصين، ولكن أيضا بين أسيا وإفريقيا بشكل يعني كامل أو متكامل. حتى كانت هناك مبادرة من الرئيس الصيني عام 2013 بمبادرة الحرير والطريق على ما أعتقد. لا زالت. تمام. لا زالت. تربط ما بين أسيا وإفريقيا وأيضا أوروبا. يعني حضرتك تصورك إيه لهذا المشروع وأثره على التجارة البينية بين دول الشرق والغرب؟ الحقيقة الصين والهند هما الدولتان اللتان طلبا من
مصر أن تنظم أو تحضر مؤتمر الصين الدول الأفريقية، ومصر كانت وراء ذلك. مصر ترغب في تقدم الدول الأفريقية، وفي نفس الوقت تعطي الفرصة للصين والهند بأن تكون لهم علاقات طيبة لتنمية الدول الأفريقية، وهذا ما حدث فعلا. وتكررت المؤتمرات وحضرتها مصر أو رتبتها، ولذلك مصر هي ليست طريق الحرير فقط، ولكنها طريق التجارة إلى أفريقيا. أفريقيا هي المنطقة الواعدة في المستقبل، ولذلك تحاول كل من الصين والهند أن تجعل من مصر الخطوة المقبلة أو العتبة للدخول الفعلي والكثيف إلى أفريقيا بالتعاون مع مصر، لأن مصر فهم أفريقيا أكثر من أي بلد تانية، ولذلك ترغب. وهناك كما تدعي بعض أجهزة الإعلام أن هناك تنافس بين الهند والصين على صداقة مصر في المرحلة المقبلة. طيب استنادا لهذا يا فندم، حضرتك تتوقع شكل الاتفاقيات التي ستبرم بين مصر والصين على أي مجالات؟ يعني استحدثنا عن المجال الاقتصادي مثلا، كيف تستطيع مصر أن تحقق ربحا أكبر واستفادة أكبر من هذه الزيارة في إبرام اتفاقيات تنعش السوق المصري؟ الزيارة بتاعت الصين ما فيهاش هذا، الزيارة بتاعت زي حضور المؤتمر وليس موضوعها الصين فقط، ولكن سيكون حاضر وزراء اقتصاد ووزراء صناعة، وهذه صحيح. هي فرصة وزير الصناعة والتجارة الذي يصحب السيد الرئيس في أن يعقد لقاءات ثنائية ويكثف علاقاته بعشرين دولة سيكون وزراءها موجودين، ويعقد أو يرتب أو يدعوهم إلى زيارة مصر أو إلى زيارة منطقة قناة السويس لبدء مشروعاتهم ورؤية المنطقة على الطبيعة واختيار الأراضي التي يرغبون فيها، سواء كانت في بورسعيد أو في السويس أو في الإسماعيلية، والمعنى والأسلوب الذي يرغب المساهمة أو المشاركة في مشروعات قناة السويس. هذه هي فرصة، لأن الحقيقة هذا لقاء مع 20 دولة هي أهم الدول المنتجة وتسيطر على أكثر من 80% من تجارة العالم، لأن خمس دول الكبرى في مجلس الأمن هم برضو من الموجودين. صحيح. ولهذا أنا شايف أن هذه هي فرصة وسوق، إنما يحتاج إلى أن تكون هناك علاقات تبدأ وتستمر ودعوات مصر وتسويق مصر لنفسها بشكل بالزبط. أفضل على كافة المستويات. ولذلك أنا زي ما ابتديت في الأول، يقول السفراء اللاتين أن الرئيس السيسي هو أحسن مسوق لمصر، وهذا ما شفته الحقيقة في هذه الزيارة. وزيارات أخرى علاقات مصر الخارجية اختلفت، لما قابل رجال الأعمال الهنود وقالوا له أن إحنا عندنا مشاكل، قال بابي مفتوح لكم وكل ما يتعلق بالاستثمار سأسهله، ونحن نعدل كل القوانين بالرغبة من زبائننا بما معناه، وأنا مستعد أن أتدخل في أي مشكلة تخص أي مستثمر. طيب في النقطة دي يا فندم، مشروعات صغيرة ومتوسطة حضرتك اتكلمت عليها من شوية، طيب ظروف مصر بتتشابه مع ظروف الهند، وحضرتك قلت أن هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة قامت عليها أو قام عليها الاقتصاد الهندي، وليس الهندي فقط وأيضا الماليزي، لكن ماذا تفتقد مصر من إمكانيات؟ هل الإمكانيات المادية أم الإمكانيات التشريعية؟ التشريعية والقوانين الاستثمار. مصر فيها سوء إدارة كثيف، وموظفين الحقيقة أكثر مما تحتاج، يعني آن الأوان أن يحول موظف الدولة على الأقل 50. أنا شفت تجربة في شيلي، في شيلي أول ما تغير النظام شال 50% من الموظفين وقال دي عمالة مقنعة، وذلك ما حدث
وتغير الاقتصاد الشيلي وأصبحت شيلي من النمور الاقتصادية حاليا في أمريكا اللاتينية. فإحنا عندنا الحقيقة يجب أن نحول الموظفين اللي ما لهمش لزوم إلى مهن تانية بالتدريب. تمام. والتخفيف من وطأة البيروقراطية يعني. نعم. البيروقراطية تخفيف طبعاً. من وطأة البيروقراطية تخفيف البيروقراطية والاستفادة منهم في مجالات تانية يعني. صح. مش مفروض أنه يقعد على مكتب يتعلم مع مهنة أو صنعة أو 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 إلى آخره. إنما كل واحد عاوز مكتب ونخش في أي إدارة نبص لتقى عدد الموظفين ثلاث أضعاف عدد صحيح. المكاتب صحيح. شيء مؤسف، ويجب أن يكون هناك فعلا قرارات رادعة وظاهرة وأن تكون باترة إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد الغمراوي، وأنت مساعد وزير الخارجية الأسبق وأيضا رئيس المنتدى الثقافي المصري، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. بشكركم مشاهدينا الكرام، وكانت هذه حلقة اليوم من المشهد. مشهد جديد غدا بإذن الله، وملف آخر. إلى اللقاء.